بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أبنائي طلاب الصف الثاني المتوسط، مع درس جديد بعنوان نهاية الدولة الأموية. طبعا عرفنا أن الدولة الأموية بدأت سنة 41 هجرية، ولكن بعد مرور 8 عقود بدأت في الضعف. يعني بعد 80 سنة بدأ الضعف، واستمر هذا الضعف إلى أن انتهت سنة 132 هجري. فتعالوا بنا لنتعرف على أهم أسباب نهاية الدولة الأموية. بادئ ذي بدء، الدولة الأموية كان لها فضل كبير على الإسلام، حيث الفتوحات العظيمة التي وقعت في الدولة الأموية، وقد بلغت هذه الفتوحات أقصى اتساعها في عهد الوليد بن عبد الملك الذي حكم من سنة 86 إلى 96 هجرية. لكن لم تستطع الدولة المحافظة على هذا الامتداد، لأن تولى خلفاء ضعفاء تهاونوا في إدارة شؤون الدولة، فلم يتمكنوا من الحفاظ على هذه الأملاك وهذه الفتوحات العظيمة، فبدأت بالضعف والتفكك حتى انتهى حكم هذه الدولة عام 132 هجري. كما ترون في هذه الخريطة، اللون الأخضر هذا هو امتداد الدولة الإسلامية في عهد الأمويين، يعني من المشرق حدود الصين إلى غربا بلاد الأندلس، فتوحات عظيمة جدا في قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوروبا. لكن جاءت عدة عوامل لنهاية هذه الدولة. أول شيء العصبية القبلية. الإسلام نهى عن العصبية القبلية، وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. ولكن هذه العصبية، يعني تعصب كل قبيلة لأفرادها، حتى لو كانوا على خطأ، فتعصب هذا كان من صفة الجاهلية، ولكنها عادت مرة أخرى للظهور في عهد بني أمية. كل قبيلة تتعصب لقبيلتها. حين ظهر النزاع بين بعض القبائل العربية، وهو ما أضعف الدولة وأفقدها قوتها. نشاط واحد، ما المقصود بالعصبية القبلية؟ المقصود بالعصبية القبلية تعصب كل قبيلة لأفراد القبيلة نفسها، حتى لو كانت على خطأ، ومعاداة القبائل الأخرى، معاداة القبائل الأخرى. فهذا هو المقصود بالعصبية القبلية. سؤال باء، نهى الإسلام عن العصبية القبلية لأنها من عادات الجاهلية، وجعل التفاضل بين الناس بالتقوى. ما الدليل على ذلك من القرآن الكريم؟ الدليل قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية في سورة الحجرات، هذا الدليل على التفاضل بالتقوى.
السبب الثاني من أسباب نهاية الدولة الأموية ظهور الفتن، والفتن نتجت عن أعمال الخوارج، وعرفنا الخوارج قبل ذلك في درس الخلفاء الراشدين، هم الذين خرجوا على طاعة علي بن أبي طالب، يعني الخروج على طاعة ولي الأمر، فسموا بالخوارج. والنزاع داخل بيت بني أمية، يعني بين الأمويين، مثل النزاع بين آل أبي سفيان ابن حرب وآل بني مروان ابن الحكم. طبعا هذا النزاع وهذا التفرق والاختلاف حول الحكم أدى إلى ضعف الدولة الأموية. أيضا من أسباب نهاية الدولة الأموية ظهور العباسيين، يعني الدولة العباسية. وقد نشط العباسيون الذين ينتسبون إلى محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم في أواخر عهد الدولة الأموية في بلاد خراسان. خراسان هذه تقع في إيران حاليا. طبعا نظموا دعوتهم هناك لكي يكونوا بعيدين عن مركز الدولة الأموية. فين يا شباب؟ في دمشق. أحسنت. فنظموا دعوتهم السرية هناك بعيدا عن الدولة الأموية، والتف حولهم الناس لأنهم دعوا إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أحق بالخلافة من الدولة الأموية، والتف كثير من الناس حولهم، فأدى ذلك إلى ضعف وسقوط الدولة الأموية. نعم. نشاط اثنين، ما وجهة نظرك في السبب الأقوى الذي أدى إلى نهاية حكم الدولة الأموية؟ طبعا كل طالب يختار سبب من هذه الأسباب اللي هي قلناها. السبب الأول وهو العصبية القبلية أو الفتن أو ظهور الدعوة العباسية، كل طالب يختار سبب من وجهة نظري. و في سؤال باء يعلل ويفسر لماذا اختار هذا السبب. نكمل التقويم. في رأيك ما أثر ظهور العصبية القبلية في الدولة الأموية؟ طبعا العصبية القبلية تؤدي إلى الاختلاف والضعف، فأدى ذلك إلى نهاية الدولة الأموية. السؤال الثاني، يملأ الطلبة الفراغات الآتي: تاريخ نهاية الدولة الأموية سنة كام يا بطل؟ أحسنت، 132 هجرية. طيب مدة عصر الدولة الأموية، قلنا قبل ذلك في أول درس 91 عاما. طيب ما أبرز المناطق التي فتحت في عهد الدولة الأموية؟ نعم طبعا شمال أفريقيا، ثم بلاد ما وراء النهر وبلاد السند، وثالثا فتح بلاد الأندلس. يبقى هذه أبرز المناطق التي فتحت في الدولة الأموية. طيب ما سبب ظهور الفتن في الدولة الأموية؟ قلنا قبل ذلك هي الخوارج. الخوارج اللي هم الذين خرجوا على طاعة سيدنا علي بن أبي طالب، وخرجوا أي واحد يخرج على طاعة ولي الأمر يسموا بالخوارج. أيضا الفتن والاختلاف بين أبناء
البيت الأموي. هذه أسباب ظهور الفتن في الدولة الأموية. ومع ذلك الدولة الأموية كان لها فضل كبير أيها الأبناء، فمنهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي كان يكتب الوحي يعني القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تروي عنه الأحاديث، منهم الوليد بن عبد الملك الذي كان عصره عصر الفتوحات الإسلامية، منهم عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الزاهد، منهم أيضا خالد بن يزيد اللي هو أسس علم الكيمياء. فإذا بني أمية لهم أيادي بيضاء على الدولة الإسلامية، ولكن كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني يوم أنت قوي ثم بعد ذلك ضعف، يوم فقير وغني، وهكذا هكذا يعني الأمور لا تستقيم حالة واحدة. وانتهت هذه الدولة كما قلنا سنة 132 هجرية. وإلى هنا ننتهي بهذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.